Oh shit, here we go again. Assalamu alaikum, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. اليوم باش نتقابلوا مع محمد بن رمضان, un pilote et instructeur de course automobile. باش نتقابلوا مع فقاهة مزيانة برشا, autopassion. اسمع, خليكم tout de suite avec les images. عسلامة الناس كل, محمد بن رمضان, نعيش في فرنسا, بيلوت وانستركتور في سبور اوتوموبيل, ديسيبلين اللي عملتهم كارتينغ كيما الناس كل. بديت بالكارتينغ, من بعد الكورس جي تي اللي هما دو فواتور, معناها لي فواتور كوبي, وتوا معناها الحمد لله وصلنا للنيفو نتاع الفورمول 3, وهذوما الكل معناها في دي زيبروف انديبوندونت تابع دي كومباني كيما شيل وميشلان كيما ريد بول في تونس, معناها يورغانيزيو حكايات كيما هكا وفهمت, وكي تبدا معناها عندك بالماريس باهي في الكارتينغ في الكاتيغوري اون دسو تنجم تمشي للي بعدها. دونك كيما اي بيلوت معناها عنده ايشيل يطلعها بالدرجه بالدرجه, بدينا بالكارتينغ فهمت, سافا مشيت معانا في الكارتينغ معناها ما جاتش بالسهل بيان سور فهمت. من بعد مشينا للجي تي, ومن جي تي زاد ربحنا كلكو تروفي, وفي الفورميل 3 زاد كيف كيف ربحنا كورس في مانيكور فهمت, و فوالا. بدا الغرام معناها من العمر نتاع 4 سنين 5 سنين, بديت بالجوي فهمت, بديت باللي مينياتور معناها البيراغو هذوك معناها قبل كنت نلم فيهم يجيبوا لي فيهم معناها الفامي من برا وكل فهمت. كانت قبل معناها بارابور على ليبوك معناها 1990 كانت الكاليتي نتاع الجوي هذوك معناها ما تلقاهمش في دي جوي اخرين فهمت, لي ديتاي وك ديزاين نتاع فهمت, معناها تلقاها هي بيدها الكهرباء معناها في هي بيدها مي صغيره ايشيل معناها 1/18 ولا بون. بعد شنيا بعد معناها الوالد شرى لي كهرباء معناها صغيره, من بعد بشويه بشويه شويه ديسانيمي زاد نتاع كراهب شويه مانيج زاد لين عرفت الغرام هذاك بدا يكبر بشويه بشويه فهمت, ولا لين وصلنا العمر معناها نتاع كيما اي ادوليسون يحب على سكوتر يحب على موتور يحب على فهمت هكا هو بون. ما جيتي با فون معناها قبل على خاطر ماك تعرف لي مويان غادي وكذا فهمت, ومن بعد معناها قعدك الغرام موجود مي عرفت اكوتي فهمت, حتى لين معناها صار ربي معناها جا واحد جا لفرنسا لهنا فهمت, جات اوبورتينيتي باش يشارك في دي كومبيتيسيون فهمت. وقبل ما نحكي لك على هذايا قبل معناها كنت ديما نمشي نتفرج في تونيزي شالنج فهمت, راني تونينغ فهمت. دونك في تونس باش بوغ اتر كلير معناها جيتي با ان بيلوت بروفيسيونيل خاطر بور دي ريزون فينونسيير ماك تعرف غادي ماهيش ساهله المهمه فهمت. و باغ كونتر بور لو لوازير معناها قبل معناها كنت نمشي للسيركوي نتاع المونستير هرقلة زاده كيف كيف فهمت, دونك كانت محصوره في الكارتينغ فهمت. اي ابخي قلت لك كي جيت لفرنسا وكل شيء معناها بويسكو الغرام ديما موجود فهمت,
قلت بوركوا با، فهمت، خذيت ليسانس، فهمت، بشويه بشويه، فهمت، في الكارتينغ. اول ما بديت بالكارتينغ. ربحت زادة في برشة دي كورس، عندي دي تروفي وكل شيء. جيت ان 2017، جيت لوبورتونيتي مع شيل موتور سبورت، فهمت، هذايا كيما قلت لك من بكري، معناها كيما ريد بول، معناها يورغانيزي وكا دي كومبيتيسيون وكل شيء. شاركت فيها، معناها عديت دي تيست، طلبوا علي اوراق، فهمت، تيست ميديكال، رولاج ليبر، كرونومتري، معناها انجينيور بحذاك، فهمت، يشوف، فهمت، ولا فما دي كريتير اذا كان موجودين، معناها على فالين امين. ومعناها انا ما نكذبش عليك، معناها عطاوني اوبورتونيتي كبيره، وانا جلي بروفي زاده، فهمت، خاطر شاتي كهرباء فيها 600 شوفو زاده، فهمت، فما حسابات اخرى، فهمت، ولا دونك ان 2017 ربحت، جيت لولاني. و 2018 مالوروزمون شاركت في لومون، والكهرباء عملت سورتي دي بيست كيما حكيت لك بكري، معناها عملت سورتي دي بيست وهذيك هي ديسكاليفي. دونك فوالا سي كو الكومبيتيسيون هذيا معناها ما تتلعبش على دي مانش ولا على دي زيتاب، معناها دو تيل سورت، معناها تو بو راترابي، ولا معناها كان سي بون، كان خرجت ديسكاليفي وتوفى غادي الحكايه، فهمت. ابري معناها جات الحكايه نتاع ميشلان، فهمت، ميشلان كيف كيف عاملين كومبيتيسيون نتاع فورمول 3، بيان سور معناها جي تي والفورمول 3 كان تحطهم ان كومباريزون، معناها سي لو او نيفو في السبور اوتوموبيل، ما حكيش بيان سور على الفورمولا ولا فهمت كيفاش، هذيك سي نوتر، سي ان اوتر ديلير. مي يقول قايل معناها كيفاش تعدى من جي تي للفورمول 3، هما ي برينو ان كونسيديراسيون الحكايه هذه، فهمت، خاطر هما بعد فما الصقل المواهب كيما نقولوا، فهمت، خاطر هما كي تستيو كان بعد، فهمت، باش يعرفوا يفون ايفالوي طون نيفو، فهمت، في السوق، في البيلوتاج نتاعك، فهمت، اذا كان انت معناها دون لي نورم وكل شيء، معناها يا با ما فماش علاش باش يقولوا لك ليه، فهمت. وزيد فما حاجه اخرى، العباد ما تعرفهاش، لازمك تي باي تا سيزون، فهمت، هذا ما حكيناش فيه الموضوع، مي سيزون فما مونطون معين تدفع، فهمت كيفاش، خاطر صحيح فيها بوبليسيتي وكذا وكل شيء، مي فما زيد هما خاطر الكهرباء من عندهم هما، فهمت، واللوكاسيون تاع السيركوي خاطر هما ماهمش معناها لي بروبريتير، فهمت. دونك فوالا، من بعد كي تربح زيد فما تروفي وفما ان شيك زيد، فوالا فهمت، تولي معناها تي ريكوبير، بيان سور ان كا دو ديفيت ما فماش ني تروفي ني ما فماش فلوس زيد، فهمت، فوالا. لوبجيكتيف نتاعي كي مشيت قريت، فهمت، لوبجيكتيف نتاعي سيتي كو معناها كومبيتونس كومبليمونتير، قلت انا معناها علاش واحد كي باش يقرا، معناها لوبجيكتيف فريمون، معناها علاش عملت الفورماسيون هذيك، باش نقوي في الكومبيتونس نتاعي، خاطر ماك تعرف سبور اوتوموبيل لازمك لونكادرومون، فهمت، خاطر وحدك ما تنجم تعمل حتى شيء، فهمت، فما الكهرباء وفما انت وفما اللي دايرين بيك يخدموا معاك، فهمت كيفاش. دونك انا بويسكو جو بارتيسيب دون دي زيبروف انديبوندونت، قلت علاش ليه ما نعملهاش الفورماسيون هذيك، فهمت، وتولي معناها عندي كيما نقولوا ابارك ستر زايد في السي في، معناها تولي لي كومبيتونس البيرفورمانس نتاعك في البيلوتاج تقوى، وتعرف حاجات قبل ما كنتش تعرفها، فهمت،
فوالا هذا هو الاوبجيكتيف معناها فهمت. دونك كونكليزيون خويا، اول حاجه نحب معناها نشكر الاولاد اللي في تونس اللي يعملوا سبور اوتوموبيل، كل كسوا في الدريفت ولا في تونيزي تشالنج ولا في الكارتينغ زاد، وفي الموديفيكاسيون في الغون زاد باغي. نحب نشكرهم ونحب نقول لهم زاد خاطر واحد بحكم معناها الاكسبيريونس نتاعو مشي شيف شيف دي كومبيتيسيون ولا شيف ولا هو شارك فهمت كيفاش، شيف النيفو فهمت، وتشوف معناها لي زيفور انورم اللي يعملوا فيهم الاولاد غادي، فرانشمون شابو با فهمت كيفاش، ناس قاعده تخدم معناها تريبلومون فهمت، كو سوسوا معناها القطايع نتاع الكراهب اللي يركبوا فيهم فهمت كيفاش، اللي في تونس معناها مش بالساهل باش تلقاهم، حتى لهنا زاد بارفوا تي غالير معناها باش تلقى قطعه كيما كيك فهمت، خاطر سبيسيفيك معناها الموديل معين، الكهرباء معينه، الديسيبلين معينه فهمت. دونك فوالا ابار سا معناها عندي صحابي غادي في تونس نقول لهم برافو على الشيء اللي تعملوا فيه، فرانشمون سي انورم، خاطر لهنا ماك تعرف كي تلقى سبونسور نتاعك ما عادش تخمم في حد شيء، تحط راسك وترقد تخمم كان باش تسوق فهمت، الوغ كو هما تلقاه معناها بيلوت وميكانو فهمت كيفاش، وعنده دي بانوز زادة فهمت كيفاش، وبعد ساعات عرفت شنو هي معناها ملتي كومبيتونس فوالا فوالا. وزاد حاجه اخرى فهمت، ان شاء الله بقدرة ربي معناها نشوفوا هكا النيفو نتاع سبور اوتوموبيل معناها يطلع اكثر فهمت، وماذا بينا يبدا هكا فما دي ديفيرسيتي معناها ما يكونش محصور كما نقولوا على دريفت كهو فهمت كيفاش، ماذا بينا الغالي زاد يتلهاو بيه، خاطر ما تنساش تونس معناها راهي في الافريك فهمت فهمت. بون مالوروزمون معناها الغالي معناها عنده مديده ما عادش يتعدى من تونس، مي ماذا بينا يرجع فهمت. دونك فوالا هذا هو الاوبجيكتيف نيميرو 1 معناها مصلحه للناس الكل اللي هو اللي كونوا يلزم معناها سبور اوتوموبيل فهمت، يبدا يبدا معناها كيما نقولوا دو او نيفو فهمت، وتبدا البيبان محلوله. وانا ننصح اي واحد يحب يعمل سبور اوتوموبيل يبدا بالباز اللي هي الكارتينغ فهمت، خاطر اونتر غيمي تنجم تقول اكسيسيبل فهمت كيفاش، وراهو هذاك راهو الكارتينغ راهو هو اللي خرج حتى اليشيل انترناسيونال، كي تشوف لي شامبيون اللي موجودين اكتوالمون الاغلبيه نتاعهم معناها بداو بالكارتينغ. دونك معناها مش خاطر كهربا صغيره ولا معناها ملصقين في ليتيكات نتاع ولاد صغار، نو سي فو، في دي كاتيجوري في سوبر كارت 500 سنتيمتر كوب معناها طياره هذي، انا سقتها وشفت معناها لا فيريتي معناها تحس روحك تسوق في طياره مش في كهربا فهمت. بون نحنا معناها كيما قلت لك نبداو معناها ستيب باي ستيب خطوه بخطوه، ركزوا مع الكارتينغ، الدريفت زاد الاولاد يعطيهم الصحه برجولي ما مش مقصرين فهمت، نيفو كراهب وبيلوتاج فهمت، وحاجه اخرى زاد معناها ان شاء الله يزربوا في خاطر انا ما عنديش معناها فيزيبيليتي ولا مانيش قاعد نتبع في الاكتواليتي نتاع لي ترافو نتاع السيركوي اللي باش يعملوه جديد وكل شيء فهمت، مانيش عارف وين وصلوا بالضبط فوالا فهمت. دونك ماذا بينا هكا كما نقولوا تيقف الرجال فهمت كيفاش ويزربوا فيه فهمت كيفاش فوالا. دونك فوالا والجماعه معناها الاولاد اللي قاعدين يشاركوا غادي وكل شيء بون كوراج فهمت، بون كوراج و فوالا ان شاء الله ربي يوفقكم فهمت، وانا احنا انا نتبعوا من بعيد فهمت كيفاش، فراي جايه كما يقولوا فهمت، بالك شي هكا يجي نهار نشاركوا غادي كان سهل ربي فهمت. سينون فوالا وميرسي بوكو سي الخونا محمد علي فهم فهمت كيفاه اللي جا وقابلنا وكذا فهمت كيفاش. دونك فوالا
هاي سيدي السلام عليكم، معنا محمد علي فاهم توا قاعد في سيمولاتور، انا نعلمه فيه في السوقان و اون بلان اكسيون في بيست سيركوي جو مريقل و كهرباء بويسون فيراري فهمت. ها و سيدي صح دليل. De retour à l'Eddar, j'espère que la vidéo a été comme. N'hésitez pas toujours à vous manifester en commentaire, parce que le national est comme je l'ai dit. N'hésitez pas toujours à partager la vidéo, à vous abonner et surtout, surtout à nous supporter. N'étrablo fi une nouvelle vidéo, Inch'Allah, à très, 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 très vite. Fi interview avec au cadre amical. نجم تفسخها هذايا فسخها فسخها إذا فما حاجة تكتب مو صعيبة باش تتصرف كان هو الخصوصية ولا